Dewan Hakim yang kami hormati, Qori'ah yang memiliki nomor peserta TQ 201 akan membacakan surah An-Nahl dimulai dari ayat 111 dan seterusnya. Disilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب فأذاق
فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فكلوا واشكر